صلي بينا على النبي. خلاص بعد غروب الشمس الدنيا عيد، صحيح يوم العيد، فما كيف الهر حق المشهد حق العيد أبدا ما يكون كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دائما وأبدا، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وشفيعا. خلاص هذه الثلاثة الأشياء تمام اللي أنت ملزومة أنك تجاوبي عليها، فما كيف فبتقوليها علشان يمكن يا لطيفة لطيف تنسي. تمام انه في ثلاثة، ها يعني مسؤولين السمع والبصر والفؤاد، فاهمة كيف؟ بيبعتوا لك اشارات طول الوقت طول الوقت، يقولوا لك اذكر الله اذكر الله، اعطاك الحياة اعطاك الحياة كده يعني. لا اله الا الله لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكتلة هذه اللي بيحركها القلب، تمام يعني خلاص. القلب عضلة لا إرادية. كيف يعني لا إرادية؟ يعني بتتحرك بقوة خارج إرادتها. فنصلي بنا على النبي عشان والله الدنيا عيد. وأنا نكد العيد هذا حق العيلة المخمجة حقتكم دي أبدا ما يسوى عندي بصلة. اللي بيجي هنا يعيد يسأل عني، لكن يجي يعمل نكد وكده هو لا إله إلا الله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإن الله هو الغني الحميد. رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله، وهذه الحاجة الوحيدة اللي العقل ده يفهمه. فإذا بلغ أشده وبلغ الأربعين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل عملا صالحا ترضاه أصلح لي في ذريتي أصلح لي في ذريتي. صح أصلح لي في ذريتي أصلح لي في ذريتي. ثلاثة الثالثة أيوة. إيش الرابعة إني من المسلمين المسلمين السالمين. أيوة. لا إله إلا الله.